تستمر أزمات الكهرباء في عدن ويستمر جدل المسؤولية عن هذه الأزمات، تتقاذفه عديد جهات كالسلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء من جهة، والحكومة التي استقرت في العاصمة المؤقتة من جهة أخرى، وبينهما شركة مصافي عدن والشركة المستوردة للنفط. نحن ما ندور أمور شخصية، فلان المحافظ رئاسة الوزراء، هذا صراع نحن بعيدين عنه. يعني نريد أنهم يعبروا عن أنفسهم كقيادة مجتمعة مسؤولة عن هذا الشعب. إلى الآن لا نعلم من يحكم نحن حتى الآن. كل الذي يحكم نحن مسؤول في الكهرباء، مسؤول في المصافي. يحصل عراك من بينهم، نحن ندفع الثمن. المواطنون هنا ضحايا كواليس غامضة، ويزداد غضب الشارع إزاء الكهرباء وبقية الخدمات. اليوم المواطن يموت موت بطيء. خرجنا اليوم بهذه الحشود مطالبين بأقل حق من حقوقه. عدن الذي ضحت بأبنائها تستحق كل الخير. فعدن كانت عاصمة، حرام تتحول لقرية. الناس ما حصلش لا كهرباء لا ماء، زحمة في البريد، ما في سيولة. يعني إيش ذا؟ مش حياة هذه. آخر الوقفات الاحتجاجية على غضبها تضمنت عبارات ساخرة تميز بها الشارع العدني، وطرقا مبتكرة تجسد المعاناة بقدر طرافة لا تخفي السخط المتزايد. ظلال أزمة الكهرباء تنعكس على معيشة المواطن وكل مناحي الحياة العامة، وتعد التحدي الأبرز لنجاح الحكومة والسلطة المحلية في العاصمة المؤقتة. آدم الحسامي، قناة بلقيس، عدن.